بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وحلقة جديدة معاكم في قناة طيب للجميع مع الشيف سيد أبو الدهب. إن شاء الله هنقدم لحضراتكم النهاردة طريقة عمل الجلاش، طريقة سهلة وبسيطة إزاي نقدر نعمله زي المطاعم ويطلع معانا كريسبي ويطلع معانا هش وبطريقة كويسة. هنشوف النهاردة أسراره، كل حاجة طبعا وليها سرها، خيركم من تعلم العلم وعلمه. هنشوف مع بعض للنهاية وهنتابع طريقة العمل وهنتابع المقادير ان شاء الله هنقدمه لحضراتكم بالطريقه دي. ايه النهارده هنقدم مع حضراتكم النهارده ان شاء الله طريقه عمل الجلاش الكريسبي اهي. هنشوف طريقه العمل وهنشوف المقادير، طريقه سهله وبسيطه بس ازاي نقدر نطلع بنتيجه كويسه. هي دي ان شاء الله المطلوب، النتيجة ديت إن شاء الله. هنشوف مع بعض المقادير ونشوف طريقة العمل. يلا مع بعض إن شاء الله نشوف المقادير. مقادير الجلاش الكريسبي هو قدام حضراتكم، إزاي نعمل الجلاش وتطلع بالنتيجة زي المطاعم بالظبط. معانا ورقة من الجلاش، معانا التوابل النهاردة ملح، بابريكا، كزبرة مطحونة، 2 واحدة ماجي، فلفل اسمر. معانا الخضار النهارده، كل المقادير ان شاء الله هنحطها على صندوق الوصف على اليوتيوب زي ما عودنا حضراتكم. معانا 2 واحدة من البصل، معانا زيتون اخضر واسمر، 1 فلفل رومي كبيره متقطعه بالنوازات، 1/2 كيلو من اللحمه المفرومه، 200 جرام من الجبنه الموتزاريلا، كيس بيكنج باودر. وطبعا البيكنج باودر ليه مفعول هايل مع الجلاش، هنشوف ان شاء الله في طريقه العمل. معانا كوبايه كبيره من الزبده، 1 من البيض، معانا كوبايه كبيره من اللبن. هنشوف النهارده طريقه العمل ونشوف ازاي يطلع معانا كريسبي وزي المطاعم بالظبط، ويكون هش، يكون جلاش مورق. هنشوف مع بعض في طريقه العمل ان شاء الله. نبدا مع بعض نعصج اللحمه. هننزل بالسمن الاول، معلقتين كبار. ننزل اول حاجه البصل اهو، البصل بتاعنا يبدا ياخد لون ذهبي. هنضيف كله مع السمن ان شاء الله نتابعه. اهو البصل بتاعنا دبل وخد اللون الجولد. نبدأ ننزل باللحمة بتاعتنا، أنا هنقطعها دي تنزل ده ونكمل مع بعض. هي اللحمة بتاعتنا استوت، ننزل بالخضار بتاعنا أهو، الزيتون أهو، وأدي الفلفل الأحمر رومي. هنبدأ ننزل بالتوابل، لمكعب ناجي، كزبرة، بابريكا، ملح، فلفل أسمر. نخلي بالنا ونحرص جدا اللي حط الماجي يخلي باله من الفلفل من الملح عشان خاطر التست بتاع الملح ما يبقاش عالي جدا، نحذر جدا لان الباجي الملوحه بتاعته عاليه، نسبه الاملاح فيه عاليه اهو. كده جاهز وهنبدا ان شاء الله نرص الجلاش مع بعض. هنبدا نجيب الصينيه بتاعتنا اهي، ادي السمن، نتاكد بس من دهان الارضيه كويس جدا اهي عشان اللي هيتعمل عليها الجلاش كله. الكباب اهي، هنبدا بقى نرص الجلاش بتاعنا. الورق بيبقى اكبر من الصينيه مفيش مشكله. هنبدا ان احنا نرص الجلاش باي طريقه اهي، المهم ان احنا ما نسيبش فراغ.
ننزل بيها كده بين كل ورقتين، بين كل ورقتين هنحط سمن، لان واحنا بنعمل الامراي اللبن اذا جنب عالي من الجلاش نعمل الجنب التاني زيه اهو. الجنب ده عالي من اول ورقه، تاني ورقه هنعمل الجنب التاني اعلى، يبقى ورقه وورقه اهو قدام حضراتكم اهو. ونساوي، نساوي كويس، واحنا بنقطع كل السمن ده مع الابراي هيخش للجلاش، يعني مفيش مشكله، اللي هو الابراي ده اللي هو اللبن والبيض. وهنحط معايا معلقه صغيره من البيكنج باودر، هي دي اللي هتخلي الجلاش بتاعنا يبقى مورق ويطلع كريسبي، يبقى مورق ويطلع كريسبي اهو. وننزل تاني اهو، وادي التانية اهي، الطبقة التانية، ادي السمن، كل السمن جاي مع اللبن اللي هينزل الأبراي والبيض طبعا هتخش الجلاش كله وهي في الفرن، فمفيش مشكلة اهي. احنا في نص الصينية بالظبط بنحط اللحمة بتاعتنا، في نص الصينية بنحط اللحمة اهي. كده احنا وصلنا، نحط واحدة كمان اخر رق اهي، وبعد كده نحط عليه اللحمة. ده الرق اللي هيتحط فوقيه اللحمة اهي، ادي الجنب، الجنب ده عالي، هنجيب الجلاش من الجنب ده يبقى زيه بالظبط اهو. طبعا مش هنحط هنا الرق اللي فيه اللحمة، مش هنحط فيها سمن، لان هي اللحمة بتاعتنا اصلا فيها دهون اهي. هننزل بيها كلها ونحاول نوزعها. هي واحدة واحدة كده، نبعد بينها عن الحرف بس، الأطراف نبعد بينها عن حوالي سنتي أهي عشان ما تخرجش بره. أهي ريحتها تحفة والله يا جماعة، ريحة التوابل مع اللحمة والزيتون والخضار تبقى تحفة مهولة. صينية الجلاش دي ملهاش حل. ونبدأ نحط الجبنة الموزاريلا بتاعتنا اهي، الاطراف اهي فاضية، الاطراف اهي كلها فاضية، بنسيب حوالي سنتي وننزل بالجبنة الموزاريلا بتاعتنا اهي، تبقى تحفة. صينية الجلاش ملهاش حل اهي. اهي ازاي نعملها، هي دي السر. نبدا نحط بقى اخر الطبقات بتاعتنا اهي، برضو كل ورقتين مفيش مشكله. نقفل على اللحمه بتاعتنا كويس عشان ما تخرجش بره الصينيه ولا على الاطراف اهي. بنساوي الصينية بتاعتنا اهي، السمن، اهي
هي نكمل الطبقات بتاعتنا. اهي جينا لاخر طبقة اهي، احنا تانينا دي هنخليها من جوه اهي عشان نساوي الصينية بتاعتنا. دي اخر طبقة اهي الكلاش، نقطع الجلاش بتاعنا بالتساوي اهو، واحدة واحدة عشان ما يتكسرش. بننزل للاخر طبعا اهي، بنقسم اول واحدة وادي نص التاني اهي، بنلف الصينية عشان نجيب الاطراف. اهي هنقسم بالطول اهي، اخر طبقة اهي بعد ما تقطعي اهي، بندي كل واحدة من السمن وهتدخل بالظبط 5 دقايق جوه الفرن ونديها القبراي بتاعها. 5 دقايق يا جماعة وهنديها القبراي اهو، هنشوف ان شاء الله مع بعض بنعمل حاجة بكل تفاصيلها عشان الناس توصل للمعلومة الصح. بنعمل حاجة بكل تفاصيلها نوصل للمعلومة الصح. خيركم من تعلم العلم وعلمه. هندخلها الفرن على 180 درجة مئوية، هتقعد بالظبط 20 دقيقة، بس في الأول هتقعد 5 دقايق ونخرجها نديها الأبراي وهنوري حضراتكم مع بعض. أهو الأبراي بتاعنا أهو، هننزل بأول حاجة معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وأدي وحدة البيض هنضرب كويس جدا أهو. هننزل بفلفل اسمر، ملح، ونقلب. اهم حاجة معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نقلب كويس. نيجي على الصينية بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن اهو، هننزل بالراحة خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم يا جماعة تكون في الفرن، لازم تدخل الفرن عشان ما يعجنش. ما ينفعش نحط الأبراي بتاعنا على جلاش بارد أهو. هيدخل الفرن، دخل 5 دقايق، هيدخل لمدة 15 دقيقة ونشوفه مع بعض إن شاء الله في طريقة التقديم. وبالهنا والشفا. قدمنا لحضراتكم النهارده طريقة عمل الجلاش الكريسبي اهي، شفنا المقادير، شفنا طريقة العمل، طلع تحفة والله ملوش حل يا جماعة، جميل جدا. وكل المقادير ان شاء الله هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف اهو. طريقة عمل الجلاش الكريسبي اهو، ان شاء الله مع السيد ابو الدهب كل جديد اهو. ويا رب حلقه النهارده تكون نقل اعجاب حضراتكم. قدمنا مع حضراتكم النهارده طريقه عمل الجلاش، طبعا طريقه سهله وبسيطه وان شاء الله نقدر كلنا نعملها. يا رب نكون عند حسن ظنكم دايما. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لحضراتكم كل جديد. ما تنسوش مشاركة الفيديو عشان خاطر توصل المعلومة للجميع.
ما تنسوش ان ارائكم وكومنتاتكم تهمنا. ان شاء الله انتظرونا في المزيد دايما، ويا رب نكون عند حسن ظنكم. مع سيد ابو الدهب كل جديد، وشكرا، مع السلامه.